الله الساعتين غير ربع على كافيه. مرحبا بكم جديد في كليغنات, نكمل معكم الساعتين. ضيفنا في استوديو القياديين في حركه نداء تونس سعيد جراش, مرحبا بكم جديد. عبد العزيز القطي, مرحبا بكم جديد. عبد العزيز القطي, شنو اللي بينك وبين سمير بن عمر؟ شفنا المداخله اللي كانت في المجلس الوطني التاسيسي, يبدو بانه سيد سمير بن عمر ما نسهلكش, دونك الى غوندو لوكو مش في المجلس مره ذي على باش فيسبوك نتاعو. وشنو قال؟ قال, سامحني في الكلمة عبد العزيز, إلى النكرة التجوعي عبد العزيز القطي وما وراء عبد العزيز القطي وما وراء عبد العزيز القطي. وأضاف قال, من باعوا أنفسهم لا أقول ضمائرهم لأنه لا ضمائر لهم لقواد فرنسا وبيع الشراب وجلد الشعب ومزور الانتخابات وآخر وهم آخر من يعطينا دروسا في الأخلاق, في إشارة إلى حزب حركة نداء تونس ورئيسه سلفيجي قايد سبسي. هذا الكلام منسوب لسمير بن عمر. ردك على سمير بن عمر؟ والله هو من لا يستحق الرد هو سمير بن عمر, لكن أنا منقول أنه من محتوى ما كتبه على صفحة الفيسبوك متاعه نفهم المستوى المنحط والمستوى الدنيء لشخص هذايا. وأنا أعرفه جيدا لأنه كنا مع بعضنا في حزب المؤتمر من الجمهورية, وهو يعرفه جيدا أنني أنا عمري ما كنت تجمعي ولم تكن لي أي علاقة بالعمل السياسي لا في التجمع ولا في غير التجمع. أنا كنت من الناس اللي يعرفوا بعض القيادات واللي هي مش سمير بن عمر, لأني كنت ما نعرفوش وكنت عندي عليه على اسمه بعض المعلومات واللي مش نقولها تواكا. كنت نعرف سي عبد الرؤوف العيادي, كنت نعرف سي فتحي جربي, كنت نعرف قيادات اخرين اللي هذاك هو اللي خلاني انه كون قريب منهم. وسي عبد الرؤوف العيادي يعرفوني جيدا, سي فتحي جربي يعرفوني جيدا ويعرفون اني عمري ما كنت في التجمع ولا علاقه لي في التجمع. هذا بالاضافه لان كنت مناضل في الاتحاد العام لطلبه تونس وقت اللي كنت معناها اتجاه, وهذا معناها بشهاده العديد من المناضلين المعروفين من اليسار, وكنت اشتغل معهم في سوسه في وتحديدا في المدرسه العليا لبسنا بشط مريم, وبعد في المعهد الاعلى للعلوم الفلاحيه في المرحله الثالثه بعد. دونك ما ينجمش سمير بن عمر انه يقول علي المسائل هذه. اما انا نجم نقول برشا حاجات على سمير بن عمر. سمير بن عمر القاسي والداني يعرفه في حزب المؤتمر من الجمهوريه خاصه, وكيف انه تم اقصاء سمير بن عمر. وهنا فما سؤال لازم نسالوه, لانه اسمه بعد الانتخابات اتحط في القائمه نتاع الوزراء وكان مشيخه وزارة النقل, إلا أنه وقع على اعتراض من داخل حزب المؤتمر من الجمهورية من قبل سي محمد عبو ومن قبل سي عبد الرؤوف العيادي ومن قبل العديد من القاعدين والقاعدة الكبيرة خاصة من الشباب, لأنه يعرفوا سمير بن عمر وهذا بشهادة الكثيرين, بشهادة الحقوقيين, بشهادة السياسيين, بشهادة المحامين, أنه سمير بن عمر كان يقوم بالدور اللي قلت عليه في المجلس الوطني التأسيسي في المداخلة متاعي. وأنا ذكرته بالمسألة هذه لأنه قاعد سمير بن عمر يقوم بعملية وكأنه يعطي لنفسه انفيرجينيتي, معناها عذرية جديدة. وأنا نحب هنا نسأل خاصة جماعة 18 أكتوبر, وش عمل في الهيئة متاع 18 أكتوبر؟ كيفاش باع هيئة 18 أكتوبر؟ المسألة الأخرى اللي يلزمني نذكر بها, وهنا يلزمكم تسألوا المؤسسين متاع منظمة حرية وأنصاف والانقلاب اللي صار, وشنو الدور اللي قام به سمير بن عمر في حرية وأنصاف. إذا كان ما فماش نار دخان من نار دخان من غير نار, ما علاش ما كانش فما كلام وتأكيد من قبل أمنيين وموجودين الآن؟ وأنا جاتني العديد من الرسائل على الفيسبوك وقالوا لي سنمدك بكل الوثائق اللازمة, لأنه فما وثائق. حبيت نسلك على الوثائق على خاطر أنا ما عنديش وثائق. أما لكن وقت اللي تبدأ إجماع على شخص بتهمة معينة هذه تسمى قرينة, أنه الناس كل يبداو مجمعين أنه الشخص هذاك عنده تهمة معينة, هذا أكبر دليل. وهذا يقول فيه العديدين والعديدين, وأقصاؤه من المكتب السياسي بتاع المؤتمر من الجمهورية الذي يدعي أنه أحد مؤسسيه, أكبر دليل على أنه زملائه واللي كانوا معاه وقت اللي وصلوا للسلطة وولاو حزب معناها موجود وعنده موقع متاعه داخل المجتمع وفي وسط الدولة تخلصوا منه. وعملية تسميته في كمستشار في رئاسة الجمهورية كانت ترضية, لأنه بعد ما تم رفضه كوزير من سمير بن عمر مرض شد الفرش وغاب عن الساحة لمدة تقريبا 15 يوم ولا 20 يوم, ما نجم نتعوش وفاق إلا ما كلموه وقالوا له هاك وزير هاك مستشار في رئاسة الجمهورية, وهي خرجوه
من رئاسة الجمهورية، والآن يلعب دوره البسيط كنائب داخل مجلس الوطني التأسيسي، وهو يقوم اليوم على الناس اللي دافع واللي هي ضد قانون تحسين الثورة، يتهمهم في بلاتوه متاع تلفزة في برنامج بأنهم باعوا الذمم متاعهم. أنا وقت دخلت وقت تكلمت، عمري ما تكلمت وعمري ما مسيت سمير بن عمر، وهو يعرف جيدا ذلك، وعمري ما كنا زملاء وما تكلمناش في الموضوع هذا، وعمري ما نجبد أنا أعراض الناس، وعمري ما نتهم حتى حد اتهامات كذلك. أما لكن هو تجرأ على النواب اللي هما ضد قانون تحسين الثورة واتهمهم بأنه باعوا الذمم متاعهم. حبيت نذكر سيدي سمير بن عمر أنه من بيته من زجاج لا يرمي الآخرين بحجر، خاصة وأنه عنده برشا اتهامات من نوع هذايا. وكذلك المسألة الأخرى هي مسألة الدفتر اللي ضاع متاع حزب المؤتمر من الجمهورية، واللي أنا أتحداه أنه يكون قدم الحسابات للمؤتمر من الجمهورية، والسيد عبد الرؤوف العيادي بعث له عبد المنفذ وقت اللي هو مستشار في قصر قرطاج باش يقول له لازم تعطيني الحسابات، لأنه كانت الحسابات غير واضحة وغير معروفة، وقد حتى أصاب على الاتهام توجهت له بأنه فما تلاعب بالمال متاع الحزب. ولذلك أنا الاتهامات هذه ممكن ما عنديش وثائق عليها صحيح، أما لكن هذا كلام قاعد يتقال، وفما وقائع موجودة، وفما معناها إجماع من قبل المنظمين في حزب المؤتمر من الجمهورية والقواعد متاعه والقيادات متاعه، أما لكن هما من يجموش يقولوها نظرا لاعتبارات معينة. أما لكن العقوبة اللي سلطت عليه من أنه يحرم من وزير، ويحرم من أنه يكون عضو مكتب سياسي، ويحرم من أنه يكون مستشار في رئاسة الجمهورية، أكبر دليل على أنه كلامي هذا صحيح. والكرهب الكهرباء لهذا نسيبه عنده.